قررنا هذا العام أننا نديروا شراكة مع مؤسسة عطاء للعمل الخيري في إطار عمل جمعوي تضامني على أساس أننا غنجيبوا سخانات تدفئة، سخانات المياه وسخانات تدفئة لمنطقة توامة اللي جات بالقرب من مدينة مراكش، اللي غيستافد منها هو دار الطالبة اللي فيها أكثر من 100 طفلة اللي تم دروس اللي كتتم درس، ودار الأمومة أيضا. الشراكة إن شاء الله غتستافد منها دار الطالبة اللي فيها أكثر من 100 طفلة، ودار الأمومة اللي كتعاني من العجز في أجهزة تسخين المياه وأجهزة التدفئة. هذه الشراكة هذه غادي تمكن دار الطالبة وأيضا دار الأمومة، ودار الأمومة هي دار تستقبل. الأكسيون هيومانيتير اللي درنا مع ريستون غيستهدف دار الطالبة في جامعة توامة، هي واحد الجامعة قريبة من مراكش، غيستهدف دار الطالبة ودار الولادة، غيستافدوا مئات ديال الطالبات من الماء الساخن باش يستطيعوا ما أمكن أنهم يقضيوا الظروف الصحية ديالهم مزيان، وأنهم يكونوا حتى هما بحالهم بحال البنات الآخرين في المدارس الآخرين عندهم الماء الساخن في الدور ديالهم أو في المدارس ديالهم.